بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رابية خان في أمسيات التحرر من المشاعر المزعجة والأفكار والمعتقدات المزعجة. واليوم راح يكون موضوعنا عن الخوف. طبعا الخوف من أول المسببات لانعدام تجلي الأهداف. الخوف عبارة عن استجابة أو ردة فعل، وردة الفعل والاستجابة هذه قد تكون شعورية، فالخوف يعتبر شعور، ولكن دائما يكون هناك فكرة ومعتقد. فقد يكون الخوف الشعور ناتج عن فكرة ومعتقد، وقد يكون الخوف هو من صنع الفكرة والمعتقد. وتظهر هذه ردات الفعل والاستجابة التي فيها الخوف على السطح عندما يتعرض الإنسان لأي نوع من أنواع التهديد أو أي شيء يعمل على استفزاز الخوف. يرتكز الخوف في منطقة الدماغ تسمى اللوزة، التي تقع بالفص الجبهي أمام المخيخ، حيث يتم هنا إفراز المحفزات للغدد الكظرية من قبل الغدد النخامية التي تفرز هرمون يسمى الإندرالين أو النوردرالين. هل نحتاج إلى الخوف؟ نعم، الخوف عبارة عن محفز يجعل الإنسان أكثر حذر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب مننا أن نكون قوم وسط في أمور حياتنا. لذلك فإن الخوف الذي يكون زائد عن حده يصبح الإنسان متوتر جبان قلق، ويصبح كالوسواس القهري. أما الشخص الذي يدعي أنه لا يخاف نهائيا يصبح شخص متهور. ولكن عندما نكون متوازنين مع الخوف فإنه يجعلنا حذرين، ومن ثم يدفعنا للتطور. الخوف عبارة عن فكرة أو معتقد أو مجموعة معتقدات أو مشاعر. كما ذكرت الفكرة تولد المشاعر، والمشاعر المتكررة في أمر ما تصنع معتقد، والمعتقد يصنع نسخ متكررة منه، فتصبح مجموعة معتقدات متجذرة في جيناتنا. وقد يتم توارث هذا النوع من الخوف والمخاوف عبر الأجيال. قد يسأل البعض لماذا يصنع المعتقد نسخ متكررة وتصبح مجموعة من المعتقدات؟ الإجابة بسيطة، المعتقدات، الأفكار، المشاعر كلها عبارة عن طاقة، والطاقة يتم استخدامها فهي لا ترحل. الطاقة لا نهاية لها، لا ترحل، إنما تستخدم. وهذا النوع من المخاوف والمعتقدات التي فيها المخاوف والأفكار والمشاعر عبارة عن اضطراب في الطاقة، والطاقة لا تختفي أو ترحل إنما يتم استخدامها وفلترتها وتنظيفها. والحقيقة أنه لا يوجد خوف إلا من الخوف ذاته. الخوف عبارة عن عملية عكسية للحب اللامشروط، والدليل أنه عندما يكون لدينا طفل خائف فإننا عندما نشعره بالحب ونحتضنه ونقول له كلاما جميلا فيزول الخوف عنه.
الشخص الخائف دائما يفتقر إلى الحب اللامشروط، يكون غير قادر على منح الحب اللامشروط، ومن ثم لا يستقبل الحب اللامشروط. الخوف لا يظهر بسبب المواقف والأحداث الخارجية، والكثير منا ينظر للخوف أنه استجابة خارجية، ولكن الحقيقة عكس ذلك. نحن نعلم أن ما يحدث بالخارج ما هو إلا انعكاس لما بداخلنا. بناء على هذا المبدأ، فإن الخوف مرتبط بما يوجد في داخلنا، وكما ذكرت سابقا هي مجرد فكرة أو معتقد أو مشاعر أو مجموعة معتقدات. لابد أن نعرف أن الخوف ما هو إلا رسالة من اللاوعي أننا لا نستطيع التعامل مع هذه المواقف والأحداث الخارجية بسبب الفوضى الداخلية التي عبارة عن فكرة أو معتقد أو مشاعر حول هذه المواقف والأحداث التي تحدث معنا في الخارج، فما هي إلا عبارة عن أفكار، معتقدات، مشاعر متراكمة كالفوضى في داخلنا فتنعكس على ما هو بالخارج. علما الكثير منا عندما يريد علاج الخوف يقوم فقط على العمل على الشيء الظاهري ويغفل عن المسببات الباطنية، فيقوم بحل المشاكل الظاهرية التي تسبب له الخوف ويتغافل عن المسبب الباطني الذي هو أساس سبب ظهور الخوف. مثال: الكثير يخاف من فقدان العمل والوظيفة، هذا خوف، ولكن هل تعلمون أن سبب هذا الخوف الظاهري هو خوف من عدم القدرة على البحث عن العمل؟ مثال آخر: هناك من يخاف من الإنجاب، فقد يدعي أسبابا ظاهرية من أنه لا يرغب في استخدام الأساليب التربوية الموروثة والعادات والتقاليد لأنه في نظره أنها غلط، قد يكون استخدام أسباب علاجية، أسباب ضعف الصحة، هذه كلها أسباب ظاهرية. الأسباب الداخلية هي أنه غير قادر على منح الحب اللامشروط لهذا الطفل، يعني ما هو قادر على أنه يصبح يتخلى عن الاستقلالية والحرية التي لديه، أن يتخلى عن الوحدة والعزلة التي لديه، لا يتخيل أن ينجب طفل وهذا الطفل يحتاج منه أن يتخلى عن الاستقلالية والحرية، كل هذه الأشياء، وأن يكون مسؤول عنه. هذا السبب الداخلي، هذا السبب الداخلي الباطني. وهناك أمثلة متعددة في هذه الأمور، فمثلا مشكلة فقدان الأموال، شخص البخيل لديه خوف من أنه سوف يفقد أمواله وثروته فيكون بخيل، هذا السبب الظاهري أنه أنا لدي مخاوف أنني سوف أفقد أموالي فلا أصرفها فيكون بخيل. ولكن السبب الداخلي للبخل هذا هو أنه غير قادر على كسب الأموال، هو أنه غير قادر على الإدارة السليمة للأموال فيقوم بالبخل، فيلجأ إلى البخل خوفا من أن يفقد ثروته، لأن السبب الداخلي، الخوف الداخلي، غير قادر على كسب الأموال وغير قادر على إدارة سليمة للأموال. وهكذا هناك خوف ظاهري يختبئ خلفه خوف باطني، فعندما نقوم بالعلاج لابد أن نتعمق
إلى المخاوف الباطنية التي تظهر في السطح كمخاوف ظاهرية، لأننا عندما نعالج المخاوف الظاهرية التي على السطح قد نجد أنها اختفت هذه المخاوف، ولكن بسبب وجود المخاوف الباطنية حتما سوف تظهر المخاوف الظاهرية مرة أخرى، ولكن بصورة مختلفة وردود أفعال مختلفة. الخوف ما هو إلا عبارة عن تركيبة ظاهرية وداخلية، فالداخلية والباطنية تنعكس على شكل خارجية ظاهرية. في حال تم التعديل بالتركيبة الداخلية الباطنية ينعكس الأمر على التركيبة الخارجية والظاهرية ويتم العلاج. الكثير من الناس يعتقد أن الخوف عبارة عن شيء محدد، ولكنهم يغفلون أن تكرار تجربة الخوف تجعلهم داخل بالونة، وهذه البالونة مع تكرار تجربة الخوف تبدأ تكبر وتكبر وتكبر وتتحول إلى مخاوف مرضية، ما يسمى بالوسواس القهري والفوبيا. لذلك لابد من العلاج أول بأول والتنظيف أول بأول والتحرر أول بأول من المخاوف، ودوما التعمق والبحث عن المخاوف الباطنية التي تخرج كردات فعل مخاوف ظاهرية. الآن سوف نتحدث عن أنواع البشر بالتعامل مع الخوف. فلدينا أثناء التعامل بالخوف لدينا 4 أصناف من البشر: الصنف الأول العاجز، الصنف الثاني الهارب، الصنف الثالث المهاجم، الصنف الرابع المواجه. دعونا نتعلم ونتعرف على كل صنف على حدة. الصنف العاجز، هؤلاء عاجزون عن أي فعل، لا تكون لديهم ردة فعل فيتجمدون في مكانهم ويصبحون عاجزين. مثال سوف يتم تطبيقه على جميع الأصناف: شخص وصلته إشاعة أو خبر بأنه سوف يتم الاستغناء عن خدماته كموظف. الشخص العاجز سوف يجلس مكانه كالعاجز الحزين، وهؤلاء يدعون أنه قضاء وقدر، ويجلس مكانه دون أن يفعل أي شيء. ننتقل إلى الشخص الهارب. الشخص الهارب في هذا الموقف سوف يتخلى عن العمل هو نفسه، يترك الدوام، لا يذهب للدوام، لا يذهب للدوام ويفقد الأمل. وإن كانت إشاعة سوف يتم الاستغناء عنه بسبب غيابه المتكرر. هارب. الشخص المهاجم، الشخص المهاجم في هذا الموقف سوف يقوم بافتعال المشاكل مع زملائه في العمل ومع المدير، ويقوم بافتعال المشاكل مع العملاء، ولا يقوم بإتمام المهام التي توكل إليه إلى أن يتم طرده بسبب سوء السلوك الذي لديه. وإن كانت الشركة أو المالك الوظيفة كان فقط يفكر، أو إن كانت فقط إشاعة فإنها سوف تتحقق بسبب سوء التصرف والسلوك والهجوم. نأتي إلى الشخص المواجه الذي يواجه مخاوفه.
هذا الشخص سوف يواجه مخاوفه، سوف يذهب مباشرة إلى المسؤول وسوف يتحدث معه. إن كانت إشاعة انتهى الأمر، إن كان خبرا أكيدا فإنه سوف يحاول أن يتعرف على أسباب ويأخذ بها، إن كان يستطيع الإصلاح في هذه الأسباب والإدارة أو المسؤول يعطيه فرصة أخرى سوف يصلح، إن كانت خارج عن إرادته ولا يوجد حل آخر غير أن يتم الاستغناء عن خدماته فإنه سوف يوكل أمره لله ويبدأ بالبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى. الآن سوف نتكلم عن أنواع الخوف. فلدينا أنواع كثيرة من الخوف، ولكنني سوف أختص بالمخاوف التي تعتبر مخاوف الرئيسية ويندرج تحتها المخاوف الأخرى. فلدينا الخوف الاجتماعي، الخوف من الأماكن، البيئة، النباتات، الخوف بالعلاقات، سواء علاقات الأصدقاء، الزواج، علاقة الأم والأب بالأطفال، علاقتنا بالإنجاب، كلها تعتمد على الانفصال والارتباط وما قبله وما بعده. الخوف من الكائنات حولنا، الحيوانات، طيور، حشرات، الكائنات الغير مرئية، ما يقصد بها الشياطين والجن وإلى آخره من الكيانات السفلية. الخوف من الأمراض، من التشوهات، السمنة، الإدمان بمختلف أنواعه، الخوف من الموت، الانقراض، الزوال، الخوف من الماديات، الأموال، الرفاهية، الخوف من الأنا، الخوف من الانتقال، التغيير، الاستقلال، التحول، التجدد، التطور، الخوف من الأسرة والتربية، الخوف من العلم، الخوف من الله، عقلية الضحية، هذه نوع من أنواع المخاوف، عقلية الضحية، البحث عن الكماليات، هذه برضو نوع من أنواع المخاوف، البحث عن الكماليات، الخوف من الكارما، الخوف من المجهول، المستقبل، القدر. هذه بعض أنواع المخاوف. أيضا لدينا الخوف من الفشل، الخوف من النجاح، الخوف الوراثي، الخوف المكتسب، الخوف الذي يتم برمجته. طبعا هذه مجموعة من المخاوف التي لدينا ولدى معظم الناس. سوف يتم شرح هذه المخاوف، كل خوف على حدة مع الأمثلة، وهكذا نصل إلى نهاية الأمسية لليوم. نلتقي في الأمسية القادمة مع أنواع الخوف وشرح كل نوع على حدة. دمتم سالمين.